وصباح نشيط وجديد والتكنولوجيا أكيد مع أحمد النشيط والدكتورة ريم. يعني أنا دكتورة ريم. طبعا دكتورة صباح الخير. صباح الخير أحمد. يعني هذه النظارة طبعا أنت جبت لي هي عشان بكرة حسافر وأصور فلوقات وكذا. هي لإيش بالضبط؟ قولي متى ريكورد. متى ريكورد؟ طيب عم بتصور. طيب. إذن أصور. أنا قاعد أسمع أصوات ترى. إيه لأن كليك وما كليك وحاجات زي كذا. هاي النظارة تأخذك معنا في تعطيك أول شيء عن نظام الاي اي لأنه متصلة بالفيسبوك ومتصلة بمتا متصلة بكل شيء. ففي بس بحساباتي أنا. حسابك. تمام. هاي النظارة حسابي. إذن هذه نظارة ريبان متى؟ تقدرين الحين تفتحين بث من حسابي على إنستغرام بالنظارة. بس كيف اصور نفسي يعني انا لانه الكاميرات محطوطه جانبيه هنا الكاميرات على الجانب هي تصور كل شيء تشوفينه قدامك واقفه قدام المرايه وتصوري نفسك هذا حلو خصوصا دحين في السفر الواحد لما بيصور فلوجات او اكل احيانا ما تقدر تشيل الجوال انك تصور وتاكل في نفس الوقت او تسوي شيء فحلو انه الناس تشوف انا ايش بشوف يعني هنا هاي النظاره مش جديده هاي متى بس كان في قبلها جوجل وعلى فكره في جدل كبير حول الخصوصيه فيما يتعلق بالخصوصيه بهاي النظاره لان تقدر تصوري اي حدا بدون اذنه لهي سنة في مشكلة كبيرة في لهي سنة بدأ اضغطها على ضغط اضغطها على مقياس الضوي فالحين وقت اللي تصور راح تطلع لك يا بس تضوي ضوء كده في لمحة سريعة زي حاجة تعرف مين ان بلاك تقريبا مبينة واضحة ولا وشوي صغيرة بعدين بيروح يعني لا 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 اضغطي مدة طويلة اوكي ايوه في اضاءه طلعت الحين خلاص راح تصور فيديو انت الحين قاعد تصورين فيديو فطول ما هي تصور فيديو راح تشوفيها راح تلمع اي احد ينتبه لها مستحيل ما حد ينتبه للضوء لا تقول لي مستحيل والله اني ما انتبه ممكن يجوا يعني لا والله ما انتبه شوفوا قديش حقيقيه يعترضوا ما بدهم شيء يتصوروا قديش الكباسيتي قد توسع هاي الكاميرا متصله بالتليفون فانت كل ما انت قاعد تصور راح تفضي من الميموري فهي انليمتد على حسب سعه التليفون يعني ما فيها ذاكره بالتليفون فيها ذاكره بس الذاكره على طول متصله بتليفونك فانت على حسب السعه اللي تخصصها حق الموضوع وفي نفس الوقت الشيء الحلو فيها مثل ما قلت تفتح بثوث مباشره انا اعطيك البوينت اوف فيو حقي طب اشبكها على سناب شات ولا ما ينفع في نظاره سناب شات انت حتديني واحده بدك تاخذي معك عده نظارات يا ريم بالضبط يعني مره حلوه سألي سؤال مهم اللي في منها ألوان في منها أحجام في منها ألوان مختلفة وكل فريم مختلف عن الثاني يعطيك ميزات مختلفة صراحة هذا تعاون طبعا مع ماركة النظارات المعروفة ريبان مع عدة شركات يعني متى مش أول صراحة أنا هذا أشوفها من أذكى خصوصا لصناع المحتوى اللي بيسافروا اللي بيحتاجوا مثلا اللي بيطبخوا اللي بيشغل يدهم بشيء فهذه بتكون بالفعل مرة سهلة عليهم والشيء الحلو فيها لأنه متصلة بالاي اي مثلا الحين خلينا نقول شفنا مبنى في الشارع شفنا شيء وانت مسافره تسالينا هي متى وات از ذات بيقول لك اشرح لي وديني تفاصيل طب فيها فلترز لا ما فيها فلترز خلاص هذه تصادرت يا احمد خلينا نشوف كمان قلب رونالدو ونفهم لي القصه الثانيه 180 نبضه في الدقيقه اللي سجلت امام سلوفينيا ايش هذه التقنيه اللي استخدمت عشان نعرف رونالدو في وسط الملعب هو كيف نبضات قلبه في اليورو ومن بعد كاس العالم التكنولوجيا حق كره القدم قاعده تتطور شفنا التكنولوجيا مع كره القدم مع الكره نفسها شفناها مع تقنيه الفار اللي هو نظام الكتروني حق التحكيم وشفناها اكيد بعد مع موضوع التسلل كل شيء سريع كل شيء متطور في مع اليويفا مع اليورو لكن الشيء اللي بعد عندنا اياه ان كل الاحصائيات موجوده للاعب عندنا لكل لاعب نعرف كم ركض في المباراه هاي الشيء اللي يطلع لك التفاصيل وقت تشوف اي مباراه عن طريق الساعه اللي بيلبسوها ولا عن طريق هو عنده الووب فالووب راح نتكلم عنها وراح اجيبها ان شاء الله على صباح العربيه بس الووب هو الشيء اللي يخليك تعرف يقيس نبضات القلب والاكسجين يقيس الاكسجين يقيس كم حركتك ليش تحركت بهاي الشيء وين النشاط اللي صار فيك بس اللي صار مع رونالدو اللي خلى دقات قلبه انه هو يوم كان خايف اول شيء من انه يسدد البلنتي وبعدين يوم سدد البلنتي وضاع بعدين بكاء يوم شاف امه كل هاي المشاعر اللي صارت خلت قلبه ما يوقف يعني كثير ضغط عليه كان في ضغط كبير 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 خصوصا سبب ضغط وتوتر يعني شوف حتى العظماء كيف يعني برضه
بيتحطوا في هذه المواقف الصعبه اللي هو محترف ويبقى انسان هم بشر بالضبط يعني شوف كيف مو شيء سهل وكل اللاعبين يلبسون فيست يلبسون اشياء فكل لاعب عنده تقنيه مختلفه يلبسها وعندنا على الشوز فالشوز بعد فيها نظام حساب يعرفون كل هاي الشيء هاي التكنولوجيا اختلفت من اول ما بدت خلينا نقول عندنا كان نايكي واديداس وبوما وغيرها من الشركات كانوا يستثمرون في التكنولوجيا شفنا شلون هاي التكنولوجيا تطورت مع كاس العالم مع اليورو واكيد كل ذلك من يوم ما بدت المشاكل على الملعب انه هل هي ضربه جزاء او لا ركله جزاء فاول او لا تسلل هذا الفار حل هذا الموضوع ما ننسى يعني حتى لو في اجهزه في اشياء شفناها بالعين المجرده وكانت هدف وحققوا كاس العالم نتحدث عن كاس مارادونا مارادونا هذا شيء لا ينسى عموما قصه اخرى سامسونج وهناك لغه المتحدث وغيرت لغه المتحدث لاي لغه تريد بالضبط عندنا مع سامسونج الاي اي الجديد يخليك وقت اللي تتصلين لاي احد تختارين بالنظام التليفون اي لغه ودك انه يسمعك فيها فمثلا انا اقدر اتكلم عربي مع حي يتكلم معي روسي وهو يترجم له روسي فوري ما يسمع صوتي هذا بيبطل في داعي الواحد يتعلم لغات يعني ما حيتعلم لغات ابدا صوتا بس هذا شيء مره حيسهل علينا السفر والسياحه بالضبط واننا التجاره بطل نتعلم لغات بالضبط يعني بحس بشعر في بعض الاحيان طبعا التكنولوجيا وكل هاي الاختراعات مفيده وعمليه ممكن تسهل حياتنا بس اعتقد انها تدفعنا نكون كسالى بالضبط تقتل الابداع خلينا نقول هي ما بتقتل الابداع بس بتسهل علينا يعني ياما نحطينا في موقف شيء جوالك ضاع شيء واحد مسك الجوال وحصله تخيلي انت مسافره ايطاليا ما تعرفي تتكلمي ايطالي نسيتي في مطعم المطعم ما يتكلمون فيه انجلش ما يتكلمون فيه هاي بس يتكلمون بالايطالي انت اتصلتي على رقمك احد شاله قاعد يتكلم معك ايطالي مو فاهم هاي الشيء فانت تقدرين تتكلمين معاه بس بصوتي ولا صوتك يعني على فكره لصوتي هو هاي التقنيه على فكره في لها تطبيقات ربما اوسع بكثير كاعلاميه انت هلا هاي التقنيه اذا استخدمناها انت بتكوني عمالك بتقراي عربي زي ما انت بتقراي المشاهد بيسمعك بتحكي انجليزي بلكنه او كوينز انجلش وبعد بنفس الصوت وبصوتك وبطريقه تعبيرك كمان عشان خلاص بعد كده لا حد يقول يحتاج اللغات الفلانية ما يحتاج جيبوا هذا كسل كمان خلاص فيه باللغات لحد الحين يسهل لنا الموضوع لكن حتى مع كل هاي التكنولوجيات انت تحتاج انه يكون عندك الشخص المتمرس اللي ممكن يمارس ويصلح ويعدل وكل شيء ما راح تتطور اصلا عندنا بدون ما يكون عندنا ناس فاهمين باللغات فاهمين باللهجات فاهمين باللكنات وبعدين مش بس هيك تعلم اللغة يا جماعة يعني بيخليك تتعلم اكثر عن ثقافة البلد عن طريقة تفكير من ينطقون فيها مش بس كلمات صحيح. وهي الشيء الحلو إن مع التكنولوجيا إن تسهل حياتنا مش إن تلغي شيء من حياتنا تخلينا كسل بالضبط تقتل بس حتأثر علينا أكيد هي رح تأخذ كل شيء ولكن يعني القصة الأخيرة إلى السعودية طبعا والكأس الألعاب الإلكترونية كأس العالم للألعاب الإلكترونية شفنا الحدث شفنا الانطلاقة الحلوة اللي كانت شفنا شلون الكأس الاهتمام الكبير اللي موجود من القيادة في المملكة للرياضات الإلكترونية الاهتمامهم باللاعبين شفنا المؤثرين الموجودين اللاعبين المحترفين شفنا بعد الممثلين اللي جو قاعدوا يشاركون في الافتتاح شفنا ان دمجوا بين كل الاشخاص اللي موجودين في المجتمع حطوهم في مكان واحد الكل يلعب من جيل الثمانينات الى الجيل الحالي الكل عنده قصه مع 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 الالعاب الالكترونيه ابغى اروح ودك تروحين طبعا الشيء الحلو تشوفون تصميم الكاس جميل صراحه والتاج اللي موجود عليه على فوق الكرة فوق كرة العالم إن تحس تصميمه جميل وأنا أبي أعرف من اللي راح يفوز فيه عندنا أعتقد فوق 8 إذا ما خاب ظني أفرقة من السعودية مشاركين من فالكون وباور وغيرهم من النصر وجيكي سبورت وكل هذين اللي مشاركين في بنات أكيد هم اللي حيفوزوا في بطولات راح تكون موجودة للأشخاص اللي راح يحضرون وفي بطولات رسمية اللي هي راح تأهلك إلى تفوز بكأس العالم النقاط نظام النقاط في البطولة عادل أنت كل ما تفوز في بطولة راح تجمع نقاط حلو. في النهاية الفريق اللي يجمع أكثر عدد من النقاط هو اللي راح يربح البطولة وعندنا الجوائز لازم نذكر فيها طبعاً 60 مليون دولار هاي أكبر مبلغ اندفع في عالم الرياضات الإلكترونية وين؟
الرياض. يا بختهم الجيمرز. بتوقع المبلغ اللي قبله كان باليابان بشيبويا لما عملوا هاي المسابقه كان اقل بكثير، بتوقع مليون او مليونين. شوف الفرق مختلف الوضع تماما. ونشوف اذا في كل العالم عاملين اعلانات، تروحون على لوس انجلوس بتشوفون اعلانات الاي سبورت، في دبي تشوفين الاي سبورت، في كل مكان في بيلبوردز، في كل شيء، فالاهتمام اللي موجود فشيء رهيب صراحه. يعني يا بختهم صراحه، كل التوفيق لهم، واحنا اكيد متابعين، اتمنى ان نحضر كمان. عموما خلينا نذهب ايضا للفيس بوك ونشوف المتابعين كيف اجابوا على سؤالنا، ما هو اختراعك المفضل في السنوات الاخيره لماذا؟ ام محمد تقول التليفون لانه بقى وسيله تواصل بين العالم، اما محمد شات جي بي تي لانه اختصر كثير من الامور الفنيه وممكن الاستثنائيه ومخترعه فتح الطريق امام المخترعين الاخرين. طيب كمان نشوف امل تقول غسالة الصحون وغسالة الملابس والفيديو كول، تضحك هذا كلهم يغني على ليلى. ليش تبي جت غسالة وغسالة وفيديو كول؟ شكلها وهي قاعدة تغسل قاعدة تتكلم فيديو كول، سهل حياتها. وحسن يقول أفضل اختراع بالنسبة لي هو المكيف لأنه برد، لأن التدفئة بتقدر الواحد بتغطى بالدفى بس بالبرد. من اختراعات القديمة يعني والأساسية. عبد الله يقول البلوك لأنه بيريحنا من أنفس مريضة. بس زعلان عبد الله. هو يمكن السؤال شو الاختراع الأهم اللي بيجمع كل هدول؟ صح. وأهم شيء هو الإنترنت. تكنولوجيا والإنترنت. أنت بالنسبة لك النشيط لو حسألك هذا السؤال حتقول لي الذكاء الاصطناعي صح؟ لا مش الذكاء الاصطناعي صراحة، الإنترنت كهرباء. بدون الإنترنت كل هذا لم يكن متاح. يعني إيش رأيك ليتا، الإنترنت؟ الكهرباء بعد الإنترنت. لأن بدون إنترنت كهرباء ما في إنترنت. بدون إنترنت ما في كهرباء. إحنا رح نرجع للعصر الحجري فبصير أهم شيء اختراع النار مثلا. العجلة وقبل كثير يعني صراحة. لكل زمان أعتقد في تكنولوجيا تكون مناسبة. من قبل كان عندنا الراديو، التلفزيون، عندنا الإنترنت، وحين عندنا الذكاء الاصطناعي. التليفون الأرضي كنا نستنى الاتصال، كنا منضبطين أكثر. كان بالضبط، كانت الحياة لها كده. عموما اشكرك احمد النشيط وجودك معنا وعلى هذه الاخبار الجميله، واكيد اشكر ليث وراوي.